يوم 10/8/2011. اعتصام نسائي أمام مبنى حكومة محكمة دوما للمطالبة بالمعتقلين. دوما 10/10/2011. اعتصام نسائي أمام محكمة دوما للمطالبة بالمعتقلين. أنا عبد الرحمن من محافظة إدلب من مدينة معرب دمامات. دخلت قوات الأمن والشبيحة مدعومة بقوات الجيش يوم الخميس من المعرب 19/5/2011. اعتقلت شباب كثير من البلد. ويوم الجمعة بعد صلاة الظهر تجمعت الناس وخرجنا في المظاهر. وبدون سابق إنذار قامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي قنابل مزيف للدموع على الناس بدون سابق إنذار. فذاك اليوم سقط عدد كبير من الشهداء والمصابين. كنت أنا وصديقي في مظاهر. انصاب صديقي سقط شهيد. حاولت أنقذه بس ما حسيت. قربت عليه لأشيله. ضربني القناص أول طلقة في رجلي. وقعت فوقه. رجعت حاولت أوقف. قام نفس القناص ضربني الطلقة الثانية في إيدي. وقعت. بلشت إني. حاول أقول لقوات الأمن والشبيحة يقربوا ويعتقلوني بس ما حسني لأنه كان الناس سبقوني وأنقذوني. تم إسعافي إلى مستشفى المعرب مشفى النحاس في المدينة وتم إجراء الإسعافات الأولية. وكنا 3 أشخاص في غرفة العملية عم يقوموا بالإسعافات الأولية. هذيك الساعة فاتت قوات الأمن والشبيحة إلى المستشفى. قامت بإطلاق النار وترهيب الأهالي والدكاترة في المستشفى. وقام الدكاترة والأهالي بمساعدة الأهالي تهريبنا من الباب الخلفي من المستشفى. حاولنا نفوت على مدينة حلب للإسعاف بس ما حسنا لأنه كانت عدد الحواجز الأمنية بكثافة على مداخل حلب وما حسنا نفوت.
رجعنا إلى مدينة حماة ودخلنا إلى مستشفى الحوراني. بعد ما دخلنا إلى مستشفى الحوراني تفاجأنا بوجود المخابرات هناك. بعد ما تفاجأنا بالمخابرات في المستشفى قاموا بإسعافات الأولية. حاول المخابرات يبتزوني ويهددوني. صار يقولوا مين الضربة تحت تهديد السلاح. صرت أقول إن العصابات الإرهابية والمسلحين هم اللي ضربونا. وبلشوا يطلقوا النار على الناس والأمن. قالوا قول إن هذول عصابات سلفية مسلحة مندسين عملاء للخارج لأمريكا وإسرائيل. أنا بدي أعمل بدون يحكي غصبا عني. لأنه حاول مع عدة ناس قبلي قتلوا لأنه رفضوا هذا الشيء. أغمى علي وفوتوني إلى غرفة العملية. وتم إجراء العملية. وأخذوا مني مصاري. بعد ما طلعنا من العملية قامت أهالي حماة بخروجنا من المستشفى، تخريجنا من المستشفى، تخليصنا من أيادي الأمن. كنا 22 مصاب، أنقذوا 20 مصاب، وقوات الأمن قتلت 2 من المصابين اللي كانوا في المستشفى الحراني. رجعت إلى معرض النعمان، ومن معرض النعمان دخلت إلى مدينة حلب في داخل سيارة خطر. تميت متخبي 11 يوم. لا إسعافات ولا معالجة طبية ولا معاينة. لا بحسن يجيب دكتور ولا الدكتور بيحسن يجيب يكشف علي لأنه بخاف. تميت 11 يوم متخبي في حلب. بعدين إجا أخوي أخذني بالسيارة إلى قرية جنب جبل الزاوية. تميت فيها 3 أيام بدون أدوية. كنا مصابين كثير. بدنا نتنقل من قرية لقرية. يشيلونا الشيل لأنه ما في سيارات. من قرية لقرية. حتى عبور دخولنا إلى المعبر التركي السوري. بعد ما وصلنا إلى المعبر التركي تفاجأت بعدد كبير من الشهداء والمصابين الموجودين على الحدود ينتظرون الدخول. كان في عالم عم تموت على الطريق بسبب إصاباتها الخطيرة، وفي عالم ماتت كثير لأنه نسفت كثير على الطريق. فوتونا للمستشفى التركي وتم إسعافنا. وبعد ما عملوا لنا العمليات والإسعافات والتحاليل اكتشفوا إنه في المستشفى في ذات اليوم أدخلوا جرثومة من هون إلى داخل الدم لتلويس الدم وللقتل. وأنا بعتقد إنه بس مو أنا اللي زرعوا الجرثومة، زرعوها العالم كتير لحتى تقتلنا. لأنه كانوا يقتلوا العالم في المشافي الوطنية. بعد ما يفوت المصاب يقتلوه في الرصاص. فإحنا كنا في مدينة حماة في مشفى خاص عم نتعالج فما حسنا. فيمكن عن طريق أحد الأطباء المتعامل معه زرعونا هون الجرثومة. هاي الجرثومة تقتل وتاكل الجسم من جوا. يعني بعد فترة زمنية معينة قصيرة ينزل الشاب بموت. والحمد لله تم أن تخلصنا منه بعد العلاج